نعم، صباح الخير بداية عليكم وعلى كل متابعي قناتكم الكريمة. فيما يخص عملية المحاكاة، أجرت مفوضية الانتخابات المحاكاة الأولى. هي هذه محاكاة تجريبية لمتابعة عمل الأجهزة، كونها قامت المفوضية بتأهيل وصيانة هذه الأجهزة. البيانات كانت من موظفي المفوضية، الناخبين كانوا من ناخبي المفوضية، فأجريت في 4 دوائر انتخابية. فبالتالي أجريت المحاكاة الأولى، والمحاكاة كانت ثمارها طبعا جيدة جدا. بالتالي هو العمل مستمر في هذا الجانب، وهناك محاكاة أخرى إن شاء الله سوف تكون في نهاية، قد يكون في نهاية الشهر الخامس. حضرتك تفضلت وقلت هي أقاويل، بالتالي لا يوجد أي شيء رسمي في هذا الجانب، سواء كان من قبل رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي، أو من رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، أو حتى المجلس لم يصدر أي توجيه بإيقاف العمل. إنما المفوضية ماضية في عملها لإجراء هذه الانتخابات وفقا للمعايير الدولية. مثل ما تعرف حضرتك، عملية مثلا توزيع البطاقة البيومترية الآن موجودة في 173 مركز تسجيل في إقليم كردستان، وندعو الناخبين كافة لمراجعة أقرب مركز تسجيل في الإقليم لغرض تسلم بطاقاتهم الانتخابية لمشاركتهم في الانتخابات المقبلة. كان اللقاء هو حول استعدادات المفوضية لإجراء هذه الانتخابات، وطبعا دائما السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني داعما لعمل مفوضية انتخابات، وهذا ما لمسناه في مجالس المحافظات واستعدادات المفوضية في انتخابات إقليم كردستان وآلية تأمين هذه العملية وضرورة مشاركة جميع الناخبين والكل يشارك في العملية الانتخابية. كان موضوع مناقشة عن استعدادات المفوضية في هذا الجانب. بالنسبة لمفوضية الانتخابات، هي جهة فنية، يعني هي ليست سياسية أو تدخل في المناكفات السياسية والعمل السياسي، إنما هي جهة فنية عليها تطبيق بنود القانون والمرسوم الإقليمي الذي يصدر عن رئاسة الإقليم. فبالتالي هي جهة فنية تنفذ ما عليها من التزامات، والغاية من هذا العمل هو أن تكون انتخابات وفقا للمعايير الدولية بشفافة وعدالة وحيادية ونزاهة. وهذا مفوضية الانتخابات الذي تسعى إليه، وتسعى لمشاركة جميع الأطياف وجميع المكونات وجميع الذين هم شركاء للعملية الانتخابية، والناخبين أيضا والمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية، الكل يجب أن يشارك في هذه العمل. نعم، طبعا مفوضية الانتخابات صادق مجلس المفوضين على 5 نماذج، 4 نماذج للتصويت العام لكل دائرة من دوائر الانتخابية، ونموذج للتصويت الخاص. بالتالي كان هناك لقاء مع الشركة لمعرفة بنود التعاقد وما هي الالتزامات وما هي الواجبات، فكان هناك لقاء في هذا الجانب لغرض طباعة الورقة الاقتراع مستقبلا إن شاء الله. نعم، مجلس المفوضين عادة، نعم، الاجتماعات الداخلية الخاصة بعمل مجلس المفوضين أو بعمل المفوضية، لا تستطيع المفوضية تنفيذ أي فقرة من فقرات الجدول العملياتي دون قرار من مجلس المفوضين. وكان هناك إجازات، يعني الموافقة على إجازات تأسيس الأحزاب، هذه من ضمن الجلسات المجلس، تأسيس أحزاب كان الموافقة عليها، كان موضوع الموافقة على فتح محطات للتصويت الخاص لنزلاء المستشفيات ونزلاء السجون. وهذا يعني هي عملية تسيير العمل، لأنه ما ممكن تمضي المفوضية في أي خطوة عمل دون قرار صادر عن مجلس المفوضين. فبالتالي مجلس المفوضين هو المسؤول عن تسيير العملية الانتخابية لوصولا إلى نجاحها. أستاذ، مفوضية، يعني نعم، مفوضية الانتخابات حتى لو كان هذا الموضوع هو موجود، ما ممكن تقوم بأي عمل دون وصول كتاب رسمي أو مرسوم إقليمي. فبالتالي لم يصل مفوضية الانتخابات أي كتاب رسمي في هذا الجانب أو أي مرسوم إقليمي في هذا الجانب. كون مفوضية الانتخابات تتعامل مع الكتب الرسمية، يعني الحديث مفوضية الانتخابات عندما تسير العمل لا توجه شفاهيا، فرضا حتى موظفيها ما توجههم شفاهيا، لازم هناك كتاب يكون حتى تضمن الحقوق. فهناك أوامر إدارية تسير العمل، هناك أوامر وزارية تسير العمل. بالتالي موضوع إذا كان تأجيل انتخابات، فلم يصل مفوضية الانتخابات رسميا أي مرسوم إقليمي أو أي كتاب خاص في هذا الجانب. وبالتالي نحن ماضين، مفوضية الانتخابات ماضية في عملها لإجراء هذه الانتخابات.
مفوضية الانتخابات لا تساند ولا تدعم، لأن مفوضية الانتخابات ملتزمة لحد الآن هي بالمرسوم الإقليمي الصادر عن رئاسة الإقليم. في يوم 10 حزيران المفروض تكون هناك انتخابات برلمان إقليم كردستان، فبالتالي مفوضية الانتخابات توفرت لديها جميع الجوانب، ولا تستطيع المفوضية يعني أن تدعم شيء أو تدعم موضوع التأجيل، وإنما مفوضية الانتخابات ملتزمة بالموعد وملتزمة بالمرسوم الإقليمي، وهي تسير وفقا لجدول عملياتي. فهي تتعامل مثل ما تحدثت مع حضرتك أنه تتعامل رسميا لغرض ضمان الحقوق، وبالتالي موضوع تأجيل الانتخابات يعني مفوضية الانتخابات توفرت لديها كل الجوانب التي تمكنها من إجراء الانتخابات، سواء كان الجانب المالي أو الجانب القانوني. نعم تفضل. نعم، مفوضية الانتخابات موضوع تمديد عمل مجلس المفوضين هذا موضوع يخص المشرعين في مجلس النواب العراقي، لكن هي لا زالت ملتزمة بموعد إجراء الانتخابات ضمن المدة الزمنية الخاصة بعمل مجلس المفوضين. غير هذا، هذا يخص مجلس النواب العراقي، هو المشرع، هو المسؤول عن هذا الجانب، هو الذي يعني بحسب الساحة السياسية هو الذي يقرر مجلس النواب موضوع تمديد عمل مجلس المفوضين.